ربما يبدو هذا السؤال مكرراً، لكنه لم يجد إجابة حتى اليوم. لذا خرجت أمهات المخفيين قصراً هذه المرة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، علهن يجدن من يطلعهن فقط على أحوال أبنائهن للإطمئنان عليهم. مطالب نحن نشوف عيال نحن نطمن عليهم، انهم احياء، انهم ميتين، انهم جارين، كيف اصلا راح نطمن نحن عليهم؟ تقول الامهات ايضا بانهن تعرضن للاعتداء في اخر وقفة لهن امام مقر التحالف من قبل شرطة نسائية عند المطالبة بالكشف عن مصير المخفيين والسماح بالزيارة والحصول على كافة حقوق السجين من اجراءات قانونية. لكن السلطات وكما يقولن ما تزال تصم آذانها في ظل عودة خجولة لنشاط الدوائر القضائية في العاصمة المؤقتة. قبل أسبوعين انضربنا قبل تحالف، ضربوا نحن شرطة نسائية ولا في أي هيدا، قالوا بعد نحن زي الحيوانات الشوارع. رابطة أسر المعتقلين والمخفيين في عدن لجأت لتنفيذ وقفة احتجاجية هي الأولى أمام جهة غير حكومية أو عسكرية. تركزت مطالبها حول الكشف عن مكان المعتقلين وحالتهم والسماح بالزيارة، بالإضافة إلى حق المعتقلين في المثول أمام محاكمة عادلة وإنهاء الاحتجاز غير الخاضع لأي إجراءات قانونية. طرقت هذه الأسر كافة الأبواب المعنية للكشف عن مصير أبنائها المعتقلين من جهات حكومية وأمنية وعسكرية. ولأن عدم الاستجابة هي الإجابة منذ عامين، أتت هذه الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.